السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض الفصل السابع اللي هو أول فصل بالنسبة للترم الثاني للصف الثاني الإعدادي. النهاردة هنتكلم على مصطفى كامل وحادثة دونشواي. طبعا حادثة دونشواي كلنا عارفينها، كان بعض الضباط البريطانيين يصطادون الحمام في بلدة دونشواي، أي بالقرب منها. طبعا بلدة دونشواي دي موجودة بالمنوفية، فأصابت رصاصاتهم فلاحة مصرية. طبعا الأهالي ما سكتوش، أهالي القرية طردوا الإنجليز أو الضباط الإنجليز في هذه البلدة. فعندما هرب الإنجليز في الطريق الزراعي أصيب أحدهم بضربة شمس فمات. طيب أكيد طبعا إنجلترا مش هتسكت، يعني واحد من ضباطها مات بضربة شمس مش بسبب الأهالي كمان. طيب إنجلترا عملت إيه؟ صارت إنجلترا بعد هذه الحادثة فقاموا بتشكيل محكمة عسكرية. وحكموا بالإعدام على 4 من الأهالي. يبقى هنا إنجلترا بعد هذه الحادثة صارت إنجلترا وقامت بتشكيل محكمة عسكرية وقاموا بالحكم بالإعدام على 4 من الأهالي وبالسجن والجلد على الآخرين. ونفذت الأحكام أمام أقارب المحكوم عليهم بكل قسوة وعنف. يبقى دوت اللي حصل بعد حادثة دونشواي. طبعا مصطفى كامل بعد هذه الحادثة استغلها وهو في فرنسا، عارفين ان هو كان في فرنسا. استغل هذه الحادثة ازاي بقى؟ كتب مصطفى كامل المقالات في الصحف الأوروبية. كتب مصطفى كامل المقالات في الصحف الأوروبية يبين فيها كيفية ظلم الاحتلال وأن الإنجليز يغفلون عن مبادئ العدل والإنسانية. وطالب المحبين للعدل بتحقيق دقيق لكي يتأكدوا من أن الشعب المصري ليس متعصبا. وكذلك طالب بوضع دستور لينقذ المصريين من السلطة المطلقة اللي هي الحكم الإنجليزي. يبقى هنا كتب مقالات في الصحف الأوروبية ليبين فيها ظلم الإنجليز وأنهم بعيدين عن مبادئ العدل والإنسانية. وطلب المحبين بالتأكد من أن الشعب المصري ليس متعصب لكي يفعل ذلك. وطالب بوضع دستور ينقذ المصريين من هذه السلطة المطلقة. طب اللي هو قاله ده كان ليه أثر على الناس في أوروبا؟ طبعا. إيه أثره على أوروبا؟ أثر مقالاته. قامت صحيفة التربيون الإنجليزية ونادت بوجوب منح مصر استقلالها. يبقى صحيفة التربيون ابتدت ان هي تنادي وهي في اوروبا عندهم بمنح مصر استقلالها. وكذلك كتبت مجلة المجلات الانجليزية مقالة تذكر انجلترا بوعودها في الجلاء عن مصر. والقى نواب البرلمان البريطاني اللوم على اللورد كرومر مسؤولية حادث دونشواي. يبقى هنا اللورد كرومر النواب بتوع البرلمان في انجلترا او في بريطانيا هم اللي قالكوا عليه اللوم، هو السبب في كل حاجة بتحصل. ثم سافر مصطفى كامل الى لندن لكي يكمل المناداة بقضية بلاده وتعريف الشعب هناك بقضية بلاده وان لهم الحق في ان يعيشوا حياة حرة سليمة. وأدركت الحكومة البريطانية بعد مصطفى كامل وتنديده بهذه الحادثة، أدركت أن سياستها في مصر تحتاج إلى تبديل وتعديل. يبقى كلهم أدركوا كده احنا انتصرنا عليهم. وماذا فعلت؟ قامت بعزل اللورد كرومر من منصبه لكي تنقذ سمعتها أمام العالم وتخفف من ثورة المصريين. يبقى تم عزل اللورد كرومر من منصبه لكي تنقذ إنجلترا سمعتها، تمام، وتخفيفا لثورة المصريين الغاضبين مما حدث. وظل اللورد كرومر في منصبه. طبعا كان الحاكم المطلق او الحكم المطلق كان ليه لمدة 24 سنة. ثم اتى بعد ذلك محمد فريد. كان محمد فريد ينادي باستقلال مصر وكان لا يترك مؤتمر في اوروبا الا ويذهب اليه، وانفق من ماله الخاص دون ان يطلب من قومه عونا ومساعدة. وكان مصير هذا الرجل بعد كفاحه لاستقلال مصر أن انتهت ونفدت أمواله، وعاش في أواخر أيامه مريضا فقيرا، ثم مات بعيدا عن دياره.
يبقى بعدما ظل مناديا بالاستقلال عاش أواخر أيامه مريضا فقيرا، ثم مات وهو بعيد عن دياره. وكان لجهاد الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد أثر كبير في زيادة الوعي لدى الناس، حيث أصبح الشعب المصري دائم المطالبة بحقوقه، وظهر ذلك عندما ظهرت الفرصة في ثورة 1919، وهي التي سنتحدث عنها في الفصل القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: ماذا تعرف عن حادثة دونشواي؟ كان هناك بعض الضباط البريطانيين يصطادون الحمام بالقرب من بلدة دونشواي بالمنوفية، فأصابت رصاصة أحدهم فلاحة مصرية، فطارد الأهالي الضباط الإنجليز في بلدتهم فهربوا، وفي الطريق الزراعي أثناء هربهم أصيب أحدهم بضربة شمس فمات. السؤال الثاني: كيف صارت ثائرة الإنجليز بعد هذه الحادثة؟ شكلوا محكمة عسكرية وحكموا بإعدام 4 من الأهالي بالسجن والجلد على آخرين، ونفذت الأحكام أمام أقارب المحكوم عليهم في بكل قسوة وعنف. السؤال الثالث: كيف استغل مصطفى كامل حادثة دونشواي لصالح القضية المصرية؟ كتب مصطفى كامل مقالات في الصحف الأوروبية يبين فيها ظلم الاحتلال، وطلب بوضع دستور ينقذ المصريين من هذه السلطة المطلقة. السؤال اللي بعده: ما أثر مقالات مصطفى كامل في أوروبا؟ الأثر بقى المقالات عملت إيه؟ نادت صحيفة التربيون الإنجليزية بوجوب منح مصر استقلالها، وكتبت أيضا مجلة المجلات تذكر إنجلترا بوعودها في الجلاء عن مصر، وألقى نواب البرلمان البريطاني على اللورد كرومر مسؤولية حادثة دونشواي. لماذا توجه مصطفى كامل إلى لندن لينادي بقضية بلاده وأن شعب مصر له الحق في أن يعيش حياة حرة كريمة؟ ماذا فعلت بريطانيا لإنقاذ سمعتها؟ قامت بعزل اللورد كرومر من منصبه. لماذا يعد عزل اللورد كرومر من منصبه انتصارا عظيما؟ لأنه كان الحاكم المطلق لمصر مدة 24 عاما. ما الدور الذي قام به محمد فريد في أوروبا؟ كان لا يترك مؤتمرا إلا وكان يذهب إليه ليطالب باستقلال بلاده، وكيف كانت نهايته؟ نفدت أمواله وعاش في أواخر أيامه مريضا فقيرا ومات بعيدا عن دياره. السؤال الأخير: كان لجهاد الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد أثر كبير في زيادة الوعي القومي، وضح ذلك، حيث أصبح الشعب بعد ذلك دائم المطالبة بحقوقه وعلى أتم الاستعداد لمقاومة الاحتلال، وظهرت الفرصة بعد ذلك في ثورة 1919. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.